الحاجة الثانية اللي هنروح ليها النهارده الساعة 5 بقى، الحاجة المنورة، النادي الأهلي اللي بيتحارب. النادي الأهلي اللي شرف الكرة المصرية والكرة الأفريقية. النادي الأهلي اللي بيكتب التاريخ وبيكتب الحاضر. النهارده كانت الساعة 5 قرعة كأس العالم للأندية، للمرة السادسة على السادسة في تاريخ الكرة الأفريقية، أكثر نادي يكون موجود في كأس العالم للأندية. دي القرعة. ان شاء الله النادي الاهلي يفتتح مبارياته في كاس العالم للانديه يوم 4 فبراير الساعه 7:30 بتوقيت القاهره امام الدحيل القطري فرقه قويه هيكون لها استعداد خاص طبعا عندنا لسه مباراه المولين وبيراميدز ده في مشوار الدوري تنتهي مباراه بيراميدز هنفكر بقى في كاس العالم للانديه ان شاء الله النادي الاهلي يعني يفوز في اول مباراه وتكون دفعه قويه ليه بعد كده يقابل ان شاء الله بايرن ميونخ لو ما قدرش التوفيق للنادي الاهلي هيلاعب الخسران من فريق آآ آآ تايجرز المكسيكي أولسان هيونداي الكوري. لكن من هنا بنتمنى ان شاء الله توفير للنادي الاهلي محفل عالمي. بطوله انا شخصيا كنت موجود فيها لثلاث سنوات في 2005 وفي 2006 و2008. احنا كلاعيبه عشنا اجواء عالميه، حاجه زي كاس العالم زي كاس العالم بالظبط حاجه كبيره. كاس العالم للمنتخبات حاجه كبيره جدا. الملاعب التنظيم الاستعدادات للمباراة التركيز كمان لما ربنا كرمنا في 2006 وتوجنا كمان بالميدالية البرونزية يعني كان احتفال كبير جدا هنا في مصر أتمنى إن شاء الله من الجيل الحالي الأول عندنا ماتشين مهمين ماتش المولين العرب ثم بيراميدز بعد كده نبدا نفكر ان شاء الله في كاس العالم الانديه نتمنى ان شاء الله للنادي الاهلي زي ما هو كتب تاريخ يكتب حاضر جديد بالنسبة للكرة المصرية والكرة الأفريقية